يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أنسيبه. معناه أن الصيام لا يعلم كثرة مضاعفته وعدد مضاعفته إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه يضاعف كثيرا. إلا الصيام فإنه لي وأنا أنسيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يعني المؤمن ترك هذه المستحيات وهذه المفطرات من أجل الله، يتقرب إليه سبحانه وتعالى بترك شهواته ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. وهذه الشهوات صعب على النفوس تركها، ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس صعب على النفوس تركها من أكل وشرب وجماع وغير ذلك. ولكن متى تركها العبد لله يبتغي ثوابه ويطلب أجره ويعظم أمره صار له بذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 إلا الصيام فإنه لي وأنا أنسيبه. خصه له لأن العبد أضمر هذا الإخلاص في قلبه وتقرب إليه بمحبة من هذه الدنيا من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك يرجو ثوابه، تركها ابتغاء مرضاته. وقد يتركها في وقت هو أشد ما يكون حاجة فيها كأيام الصيف، أيام الصيف طويلة والحاجة فيها إلى الشراب شديدة، ومع هذا فالمؤمن يتقرب إلى الله بترك هذه الشهوات في الشتاء والصيف يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. فشكر الله له هذا العمل وضاعف له المثوبة سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يحتسب هذه الأشياء ويجتهد في أعمال الخير يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، كما يجب أن يحذر السيئات والمعاصي كلها، لأن المعصية في هذا الشهر عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسهب، فإن سابه حد أو قاتل فليقل إني صائم. فليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث عما حرم الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي اللفظ الآخر حجة معي معه عليه الصلاة والسلام. هذا فضل كبير. والأعمال تضاعف بسبب شرف الزمان، قد تضاعف بشرف المكان، قد تضاعف بشرف العامل نفسه. فالمضاعفة بسبب شرف المكان مثل الحرمين الشريفين، فإن العمل في مكة من صلاة وصوم وصدقات تضاعف، والطواف وغير ذلك تضاعف في مكة. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة فيما سواه، 100 صلاة. أما الصيام فلم يرد فيه حديث ثابت في مضاعفته في مكة، رواية ابن ماجه أنه يضاعف بمائة في رمضان هذا حديث ضعيف. لكن على كل حال الصيام في مكة والتسبيح وقراءة القرآن وغيرها من أعمال الصالحات مضاعفة، لكن لا يعلم عدد المضاعفة ولا كميتها إلا سبحانه وتعالى. وهكذا الصوم والصدقات والصلاة وسائر الأعمال الصالحة مضاعفة أيضا في المسجد في المدينة المنورة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، يعني 100,000 بالنسبة إلى غير مسجده عليه الصلاة والسلام. فالحزم والكيس والمشروع للمؤمن أن يضاعف الأعمال في مكة والمدينة وفي هذا الزمان في رمضان، فإن الصدقة والأعمال الصالحة تضاعف في الزمان أيضا الفاضل كرمضان وكعشر ذي الحجة، تضاعف فيها الأعمال الصالحات. والإنسان لا يجزي ما حياته، فيشرع له اغتنام فرص في كثرة الأعمال الصالحات في الزمن الفاضل كرمضان وعشر الحجة، فما كان الفاضل كمكة والمدينة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وكل ما كان الإنسان أكثر عملا صالحا كانت المضاعفة أكثر، فمضاعفة العمل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم لفضلهم وكمال إيمانهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق مثل أحد مثل أحد ذهب، أحد جبل عظيم في المدينة، لو أنفق الإنسان مثله ذهبا ما بلغ مد الصحابة ولا نصيف الصحابة رضي الله عنهم. هذا فضل عظيم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من كان مجتهدا من أعمال الصالحات والتقوى لله تكون أعماله مضاعفة. وينبغي المؤمن في هذا الشهر الكريم اغتامه الصدقات، تسبيح، تهليل، تفطر الصوام، كثرة الاستغفار إلى غير هذا من وجوه الخير اغتناما لهذه الأيام الفاضلة. ويقول صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، سماه شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. يقول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمقصود أن هذا الشهر فيه صبر على الصيام، وصبر على القيام، وصبر على حفظ الجوارح عما حرم الله، وصبر على أعمال الخير. هو شهر الصبر من جميع الوجوه. فالمشروع المؤمن والمؤمنة كثرة الأعمال الصالحة فيه، والصبر في ذلك على كل خير، مع الصبر على كف النفس عما حرم الله، يجاهدها حتى لا تقدم على ما حرم الله، وحتى لا تكسل عن ما شرع الله. رزق الله الجميع التوفيق والقبول والهداية، وصلى الله وسلم على محمد.